سيارة مو طبيعي اليوم حر كتير كتير، فهلا عم برد السيارة وهنا ما في سرجوا يطلعوا بالسيارة خايفين من الشوب. اطلع خلص الشوب. كل عام وانتم بخير، اخيرا عيد. اول عيد اضحى لميلا اليوم. ايوه صح. اول عيد اضحى معكم نحن كمان. يعني حسام نزل يعبي بنزين وطفى السيارة وتركنا مشوبين. بشتهي مرة اطلع بالسيارة مشان نسافر سفرة او مكان ويكون السيارة فيها بنزين. لازم على طول فاضي. قول لحالك. انا اقول لحالي. مين لازم يعبي السيارة قبل بيوم؟ قبل بيوم؟ الله اكبر، هي الناس بتعبيها وقت بتفضى على الاخير، فاحمدي ربك انه انا بعبيها وهي بربعها. يعني نحن بتوصلنا للمحطة. حسام شوب كثير، تركتنا بدون مكيف. شغلي شغلي خلصت تعبانة. صار يفكرون بدي اسرق السيارة ولا شيء. اليوم العيد وكل عام وانتم بألف خير، يمكن هاي المرة العشرة اللي بقلكم اياها لانه طلينا عليكم بفيديو قبل. كل عام وانتم بألف ألف خير. هاي أول عيد أضحى لنا معكم وإن شاء الله رح نقضي أعياد كتير سوا، كتير رح نشارككم شغلات سوا من حياتنا. فاليوم اللي رح نعمله رح نروح هلا لنعدي عند أخوه لحسام، رح ناخده معنا، رح نقضي العيد سوا، رح نروح على مدينة تانية نتغدى هنيك، نعمل قصص، وبعدها المساء رح يجوا لعنا رفقاتنا، فرح نحاول نصور لكم كل شيء كل شيء. خليكم معنا حتى تشوفوا شو حيصير اليوم. خلص حسام. هاي دخلت دفعت جوا لانه هون مو مثل بلادنا العربيه بتفاول عند الشخص واقف هون، لانه انا اللي لازم اعبي. اوه انا وين كنت جاي؟ ضيع الطريق. okay. اصلا نحن متاخرين وما لازم نضيع الطريق ابدا. صحيح ما بعرف كمان اذا انتبهتوا انه انا كثير بلبس هذا اللون الابيض، وانا عم صور بالكاميرا انتبهت على حالي انه انا كل فيديو بطلع بكون لابسه ابيض، يعني يمكن كل مره بلوزه شكل بس دوما ابيض. كثير كثير بحب هذا اللون. وصحيح في كثير ناس منكم كتبوا لي بالتعليقات انه رولا ليش ما بتورجينا كيف بتعملي مكياجك، فبدي اقول لكم بصراحه انا ما كثير بطول بمكياجي، يعني انا عنجد بعمل الاساسيات، يعني بعمل فاونديشن. كيف يعني ما بتطولي بمكياجك؟ يعني قصدك وقت ولا شو يعني؟ سمعني حس شو قلت شو قلت؟ قال ما بتطول بمكياجها يا جماعة، يعني شو ما بتطولي بمكياجك؟ ليش بالعادة شو بيطولوا البنات بمكياجهم؟ والله ما بتطول. هلا أنت يمكن عم تحسب الشعر مع اللبس مع المكياج كله سوا، أنا عم بحكي بس على المكياج. يعني بين ما رولا تجهز حالها وتلبس وتسوي مكياج وهالقصص هاي، أنا بكون شفت لي شي فيلم، حضرت لي مباراة كرة قدم، يعني هيك فتخيلوا يعني الوضع. لا لا مو لهالدرجة، عم يمزح. لا لا مو لهالدرجة صراحة، عم امزح اكثر. لا بس يعني نص ساعة ساعة يعني والله ما بعرف. بس عن جد انا بحس انه مطول بمكياجي لانه ما بعمل التفاصيل اللي بيعملوها الناس اللي بشوفهم على اليوتيوب، يعني ما بعمل كونتور وهايلايتر وهي القصص ابدا، ما بعمل هيك شيء، فبحس حالي بس بعمل الاساسيات. فلما الناس عم تسالني كيف تعمل مكياجك استغربت لانه بحس حالي ما كثير بحط. يعني صحيح كمان انتم يمكن اذا شي يوم شفتوني هون بهولندا على الاغلب رح تشوفوني بدون مكياج، انا هون بهولندا ما كثير بحط مكياج وقت بروح على الشغل وقت بنروح مشوار، بس على الكاميرا ما بعرف بحس احلى انه احط شوي مكياج لانه الكاميرا بتطالع الانسان عكس الواقع، بتطالعه كانه باهت اكثر. بس ان شاء الله بالمستقبل اكيد حتشوفوني حسام كالعاده ما بخليني وقت اللحظه الحاسمه انا بلاقي مطب، يلا بلاقي مطب وبيخليني بنص حديثي اعمل هيك. الفيديو الماضي كمان كثير بنات سالوني شو الحمره اللي كنت حاططها، فبما انه هلا كانت معي بالشنطه وهلا حاطه منها رح ورجيكم اياها، من كاتريس رقمها 04. هاي الحمرة انا هاي الفترة كتير كتير معلقة عليها وكتير عم استخدمها، كتير حابة لونها، وهلا يمكن حاج كتير قريت، يعني لسه ما بلش الفلوك وصار قريت يمكن خمس دقايق. هلا حسام بلش يزورني. انا رأيي خلص نختم الفلوك هون، ننزل فيديو نكتب كلام من رولا العنوان. كلام من القلب. كلام من القلب والمكياج. لا عن جد انا بس اعطوني كاميرا وقولوا لي احكي، ما في مشكلة ابدا، بضل بحكي قد ما بدكم. يا حرام وين المشكلة؟ حسام هو اللي بيتعذب بالايديت، هو اللي بيعمل الايديت تبع الفيديوهات دوما، فبس يشوفني مسكت الكاميرا وعبقر بصير بيعمل اخ يا ربي. يا جماعه والله لو بدي نزل الفيديو مثل ما هو الكلام اللي عم تنزله رولا حتى ينزل فيديوهات نص ساعه ساعه، فنحن حتى ما تبلوا كثير نختصر من الاخير، يعني ناخذ الزبده الكلام النهائي. الا انه انت لازم تطلعي لايف سواء على اليوتيوب او انستغرام، يعني تربي. مرحبا. هاي ميلا، هاي مرحبا تبع ميلا. شوفوا قد ايه عبوده بيشبه حسام، شو رايكم؟ انا كثير هو اشقر مني بكثير. لا بس عن جد الناس بتفكركم توأم، هذيك المره بمدرسه اللغه فكرتهم الانسه توأم.
وهلا وصلنا على المدينه اللي قلت لكم جايين عليها، يعني صار لنا ساعتين على الطريق بس كرمال شو قلن حسام، كرمال شو؟ كرمال حلو العيد. اكيد شفتوا بالفيديو الماضي لسه ما جبنا حلو عيد وما جبنا شيء ابدا للعيد، فما في مدينتنا، مدينتنا صغيره شوي، ما في مكان هيك عنده حلويات عربيه او شيء، فجينا على مدينة أكبر، جينا طريق ساعتين يعني تقريبا. يعني بدي تجهيزات العيد الماضي كان ناقص، كان فيه شيء ناقص واللي هو معمول العيد. ايه بس حبينا ننزله هيك بكير شوي لحتى تشوفوا الزينة والتحضيرات كمان، بس هذا كمان له علاقة بالعيد يعني. فأهم شيء هلا نجيب معمول العيد ونتغدى، ولازم نجيب معمول العيد لأنه اليوم كمان في ضيوف جايين لعنا. هلا جينا محل الحلو. أخيرا ناخذ حلو العيد. تشكيلة يا سلام. معمول. أهم شيء معمول عند رولا. هاي المعمولات كله تازة. كيف طيبين. وميلا اشتهيت. ما طلع له وحدة. طلع له معمول بالحليب. حسام هلا كتير مبسوط. طبعاً هي قمة السعادة خلص. هذا المحل هون بمدينة اسمه أبل دون عن جد بنجي خصوصي لعنده. دائما الحلو تازه وكثير طيب. هلا بلش العيد مع ميلا، العيد بدون هي الشغلات ما اسمه عيد. مو مدينه ملاهي والعاب يا جماعه، لا تفهموا غلط، هي شفناها بالصدفه هلا بالمول هون حطينا، لسه ما رحت على الالعاب. بس اهم شيء شو، شوفوا شو جاب حسام، اهم شيء هذا هدول الي، شوفوا وين ما رحت عم باخذه معي. صار لنا اسبوع عم نحاول نجي عند هذا المحل، اخيرا جينا. ميلا كيفه سوق وديني ميمي وديني. طبعا هلا رح تقلونا كيف عم تقعدوا وهيك وحرام ايديها وكورونا، فنحن بنعقم ايدينا يا جماعه، يعني وقت بنخلص بنرجع على السياره او حتى قبل رولا معها بالشنتاي دائما هي الاغراض تبع التعقيم، بخاخ ومحارم وهالقصص هاي، حتى عقمتها رولا قبل ما تقعد صح؟ هي هون مسحت لها قبل ما تقعد. ميمي طلعي طلعي ميلا هلا ما فاضي تطلع هلا. والله السياره على قدها. تحمست شو بيعمل هذا؟ والله خايف تمشي اذا كبست الزر. في زرار بالموضوع. يلا طلع عبودة بحبه كثير. يلا عملنا طيارة بابا، عملنا طيارة. ميمي بتجي لنا نظارة العيد. ايه حلوين نظارة العيد، ما عاد تشوف، ما عاد تشوف ابدا. شوفوا كيف قاعدة كالعادة، شوفوا كيف رافعة رجلينا. يلا بلا بلا عصبنا هلا. في بعض الناس عم ياكلوا ما لهم فاضيين للشيء. شو عم تاكل؟ كروسان جبنة كوكتيل. صحة عبودة نفس الشيء. يا جماعة هلا كان خطر لي سؤال، لا كنت عم بفكر فيه وانا عم اكل، انه شو هي اجواءكم بالعيد او عاداتكم وتقاليدكم؟ يعني مثلا يعني في بعض الناس بيحبوا يحضروا مسرحيات عادل امام، يناموا للظهر. عيد بدون المسرحيات لا يعتبر عيد عن جد. ايه انه كل واحد له هيك اجواءه الخاصه بالعيد، ما عدا زياره الاقارب والجامعات وهالقصص. هي عند الكل. ايه عند الكل. بقصد شيء مميز هيك فيكم، اكتبوا لنا بالتعليقات شو اللي بيميز العيد عن باقي الايام عندكم، يعني شو هو الشيء اللي بتربطوه بالعيد عندكم؟ وهلا رولا ذكرتني انه ما عملنا مقدمه، خلص اليوم بلا مقدمه، بس اليوم استثناء لانه اليوم عيد، نحاول نلاقي مكان فيه اجواء عيد بس ما في. بصراحه حتى يعني نحن بالصدفه معطلين من شغلنا، بس لو ما نحن عندنا عطله بالمكاتب المعماريه باقي العرب ما كلهم عندهم عطله يعني بالعيد، في ناس هلا مداومه وعندها شغل، يعني ما في عيد، ما في عطله عندنا هون بهولندا. لانه ما في اجواء عيد يعني. ونحن ونحن اصلا جينا على هاي المدينه لانه المدينه فيها عرب كثير وهيك، قلنا بلكي يكون في جو او شيء له علاقه بالعيد، بس طلع ما في شيء. بس في شو كان بدك تقولي مثلي؟ في شاورما. في شاورما بس هسه ما بنعرف اذا المطعم فاتح او في مكان. على الاغلب فاتح بس يمكن بسبب الكورونا ما اكيد، بس نحن تخيلوا بمنطقتنا وفي مدينه كبيره جنبنا اثنيناتهم ما فيهم محلات فيها شاورما او اكل عربي، فبنضطر نسافر ساعة ونص ساعتين على مناطق فيها مطاعم عربية حتى ناكل شاورما. طلع هون 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 هاي عندها فتحة سقف. وهلا المطعم اللي رحنا لعنده على اساس ناكل شاورما طلع عنده كثير زحمة بما انه اليوم عيد والعرب كلهم جايين لعنده، فجينا سبقنا لحسام هون على الحديقة لقينا محل نقعد فيه وعم ننتظر حسام انا وعبودة وميلا.
شو مين رفع رجلي هيك؟ مين؟ عيب شو عبو دجعت؟ والله هي خرمنا على الشاورما صار بدها شاورما مستعجل هاي اخيرا اجا حسام لقطه هو عم ياكل والله رهيبة كم فظيعة كم فرحتك هلا من 10؟ مليار لأنه عن جد يمكن صرنا من قبل الكورونا ما أكلنا شاورما على فكرة عن جد صرنا كثير زمان نجي خصوصي وكنا عم نأجلها من أجلها بنقول يتحسن الوضع يتحسن وضع الكورونا بالأخير خلاص يعني بدنا ناكل شاورما فإجا العيد وصار مناسبة يعني فكثير طيبة صحة صحة يلا دوري أنا بدي روح آكل يلا تجيني عبودة ما عم تاكل؟ عم باكل بس ما عم فرجيها لميلا مشان ما تغار الجوع مع ميلا وهذا كان فيديو اليوم حبايبي بدنا نحكي بصوت واطي كثير لانه ميلا نايمه اذا علينا صوتنا رح تفيق تبكي ولازم ننهي الفيديو قبل ما تبكي والله شكله فائت يا جماعه جد نامت طيب هلا نحن بل نحكي هيك بصوت واطي احكي بصوت واطي فهلا نحن خلصنا اكل ولازم نرجع كثير بسرعه على البيت لسه عنا طريق ساعتين ورفقاتنا رح يجوا سهره لعنا بس اهم شيء امننا على المعمول والضيافه والحلو اهم شيء امنت على الحلو حسام امن اكل شاورما وتغدى غدا طيب كان يوم حلو بالنسبه لنا كثير انبسطنا ان شاء الله انتم تكون كمان يومكم حلو باول يوم العيد وكل عام وانتم بخير مره ثانيه وإن شاء الله تكونوا انبسطوا بهذا العيد العيد الاستثنائي بسبب الكورونا والقصص هذا حتى نحن بعيدين عن رفقاتنا وأهلنا مو مثل الأول يعني هنكون حذرين أكثر يعني ما في هالجماعات الكبيرة صح بس إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان مبسوطين بعيدكم محل ما كنتوا مع أهلكم مثل ما عودناكم قبل ما نختم كل فيديو رح نزيع أسماء كم اسم معنا اليوم حسام؟ ثلاث أسماء معنا أول اسم معنا فاطمة من الجزائر ثاني اسم معنا ريم من ليبيا ثالث اسم رزان من السعودية تحية لكم كتير كبيرة نشكركم كتير شكرا على الدعم وهلأ من إلكن سوا يلا واحدين كل عام وإنتوا بخير مرة أخرى كل عام وإنتوا بخير ومنحبكم كتير باي.